اعطي صوت صوت بس والله يسر عشقتها الصوت هذيك في الصاله صوت جري خصني نتقل هاد اللعيبه بشويه نشوفو كي دير تاكلها. اليوم السلام عليكم الدراري، معكم لوكو. اليوم فيديو جديد معنا مستر كريزي الصوصي خويا هادي بسالة خويا كاسر القدرة زينة غادي نقول في خبارك هادي بسالة اخر واحد دار هاد اللعيبة عرفتي فين؟ فين هو؟ راهو في يوتيوب دابا ملاوح نوض عشيري نوض من بلاصتي اسمحوا لنا نوض اصاحبي نوض نوض جر هذاك الكرسي واجي حدايا سربيني سربي الدراري اوكي بديتي هذيك البدية يا نعاود مسخوط هذا اوكي جايز السلام عليكم بعدا كينا معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد او رياكشن جديده اليوم معنا مستر كريزي سوسيت يا سلام كيفاش تتخيل اخويا يكون هذا التراك هذا داكشي فهمتي فران وغوت باش يسمعوك داكشي فران فهمتي والحار كذا اليوم غادي تشوف الحار اليوم قال عرفتي شنو قالوا لي قالوا لي التراك فيها الترامي بسم الله على ما حرم الله اوكي جايز باش بلا ما نطول عليكم الدراري اللي كنت اول مره تشوفني ما عليك الا انك تهبط لتحت فرقع دير ما ديك سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديو سكوت سكوت هنا بوك وكيف ما العاده لو كنت اول مره تشوفني تلاحوا عندي حتى الانستغرام تما تنكون فيه ديما اونلاين ومعاكم لوكو الدراري مغنيه الدراري موجد لكم البوم الدراري حتى هو حتى هو الانستغرام ديالو تلقاوه في الديسكريبشن دخلوا الدراري فرقعوه قولوا له لوح لينا الميكس تي لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله إشهر فابور خلصنا والله ما خلصيني بيس تيعجبني انا بحال هاد الشيء هذا عريو لينا البنات الدراري نشوفهم صيت لاقا وسط الموسيط عايش كيشي غروسيست كيشي غروسيست نيكا كيشي غروسيست غيصورو غي صوصيط ها؟ مفكركش هاد اللعيبة ناعسة بحال هكا ديال اللعيبة ديال طوطو ولكن شوف كان بنادم تيقول لك تتنقل الفكرة واخويا صافي فكرة عجباتو راه يحطها عادي ولكن هادي زايدة شوية نغايزة زايد فيها لي كولور الزرق فهمني يا الساط راه عرقنا هو نفس لي في نفس لي ترانزيسيون يعني شوف ما نسميوهاش نقل من طوطا ولا لعيبه هذيك الفيك اسبيراسيون صافي حيت اصلا شوف الحاجه ملي تيفوتوا ثلاثه الناس دايرينها وما تبقاش نقلتيها صافي تتولي فكره راه تتحط ستات مدام ركز مع الموسيقى انت شتك بديتي مقابل ليا الكليب شو انا مقابل الكليب انت موسيقى انت تقابل الكليب صافي بنت لك شي حاجه حبس صوصيت لاقا وسط الموسيقى عايش كيشي غروسيست كيشي غروسيست تيكا كيشي غروسيست غيصورو غي صوصيت غيصورو غي صوصيت هذيك اللعيبه باش عنا الصوصيت هو القطيب فهمتي يعني اللي قلبوا عليا شنو هاي فاريا غير الصوصيط الله يرحمه تيليفون كي صوني كانت شي بيتشك ماما عشراني زيرو قحابت شاودة الما ما لاباليش انا كنطاسي عجباتني هاد اللعيبة دي فكرتني في مستر كريزي القديم هاد الكوب لي سمح ليا تراك فيها جوج دقائق صحيح قل من جوج دقائق زيرو قحابت شاودة الما ما لاباليش انا كنطاسي هاد كي خرجوا لي اللي مو كي بيحيني كي بيحيني جغب لا سنتيم بار سنتيمون ويجي تلقاني افلوت ناشت اللي رباطيمون دايرة بوفا دايرة طاسي قاع الحب لي سنتيمون صاب تنحتارم شوف بالرجوله انا هاد مستر كريزي هو اللي تيمزكني باش نقول ولكن اخويا علاش جوج دقائق اصاحبي بحال هاد فهمتي تيوجد شي حاجه ولا صاب هذا غير انترو ديال داكشي خويا سبحان الله فيكم ما تيلوح مستر كريزي شي تراك ما تينغمنيش فهمتي تيكون فيه 5 دقائق 6 دقائق تيعذبني في الرياكشن شو دابا بحال هاد دايز شو التراك دايز حلو لا والله تنوصلوها ل 8 دقائق انا قوم عطلي لا 8 دقائق تيزيدوا اشارات قطين السينما فيلم دراما جوني ما ملاك الموت ديني ماكلا غادي بعيد ديني ما لا جيب كسر الصاب وتلان ستريم قود بالرجولة البرود ديالي برود شنو هادي؟ اوشن شاراوت الاوشن عز بيس ليك ابرو دواسي ما جيبوا البيرة ما النيقا ضرب الطاسة ما النيقا حسن ما نديروش جريمة لا جاو البوليس اوليفر
لجاو البولي صالي ما بيصورو الصوصات الصوصات جري خصني نتقال هاد اللعيبه بشويه نشوفو كي دير تاكلها بيصورو الصوصات الله 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 كي دارت كلاتها طاقة وسط الموزيت عايش كيشي غروسيست كيشي غروسيست نيجا كيشي غروسيست ريصورو الصوصات ريصورو الصوصات ريصورو الصوصات ريصورو الصوصات لاقا وسط فايب زوين فهمتي فايب زوين بالروج ولا الساط انا عجبني التراك وتا الكليب ما تنساش راك سطر عليها سطر عليها بالروج ولا وسط الموزيت عايش كيشي غروسيست كيشي غروسيست نيجا كيشي غروسيست ريصورو الصوصات ريصورو الصوصات ها علاش قلت لك شي قلت لك الصاط ما نشبعوش من التراك قلتها قلتها ما نشبعوش بلا سو جايز لا لا كوبي رايت ما كاينش جو بونس شحال هادي ما ضربني بكوبي رايت مستر كريزي اليوم حتى انا ما كيضرب خويا شي خلاصه القول على هذا الشيء هذا الله يرحم ديال وين بالرجوله بالرجوله بلان زوين مش هادي ما مزكني انا مستر كريزي انا بلان فهمتي عجبني زوين فهمتي فكرت في يوم التقديمه ديالو غير هو قصير شويه كان خصو يكون شويه طويل ورا هذا هو البلان اخويا ثاني ثاني هذا البلان هذا هو اللي قلت لك الصاط فهمتي كانت شي حاجه على الاقل يكون فيه ثلاثه دقائق اللعيبات فهمتي اما الروفران تعاود شي ثلاثه المرات قال غير الصوصات هذاك الكوبلي اللي عجبني فيه كان تقصر بجوج ديال الفلوات كان واحد السويت زوين هذا هو البلان اللي عجبني هاد الدراري سو جايز كانت هذه هي الرياكشن على مستر كريزي اللي بزاف الناس طلبوه والله الا كنا خارجين جينا تنجريو باش نصوروا البلان ونعاودو نخرج بات سول جايز كيف ما العاده كنتي اول مره تشوفني مالك الا انك تهبط لتحت ديسكريبشن ودخل انستغرام ديالي وسبسكرايب هي الاولى لا انستغرام ديالي وسبسكرايب بواحد راه نوصلوا ل 200 كبر شوفوا ديروا معايا مزيان شوفوا ديروا سير غوت ها شوفوا ديروا معايا مزيان ندخلوا ديروا له ابوني وديروا لي سنه عفاك 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 عمي عفاك كبروا ل 200 كا وصلوا الدرع الذهبي باش نضربوا فلوس صافي بعد منا صاحبي صافي خلينا نفينيو هذا تقسمش معايا اخوتي والله والله ما جاي ياخذ شي ريال برا هو ما خلصهاش لي وما خلص عليك قهوه تماك حمق مسخوط هذا دراري كانت هذه هي الرياكشن وكيف ما العاده يي 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 ما قلتهاش في الاول فاك مزيانه علاش بدل الروتين دا الروتين انا الروتين اليومي يي 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 اهو رش سكو سكو سكو